سيد لاشين اجي لك بقى في يومك، يومك في التمرين ويومك اللي بتقضيه ازاي، لان انت ليك كواليس كده وليك طقوس عايزك تشارك معانا جمهور النادي الاهلي فيها. والله الحمد لله، يعني انا من الناس اللي بتصحى بدري قوي، يعني 7 لما اتاخر في النوم ببقى 8، ده في تاس. كورونا، في رمضان، في اليوم العادي انا عندك قصه ماتش، عندك النوم، اي حاجه بتصحى قصه النوم دي مش بتصحى بدري. يكاد يكون مثلا بنام في اليوم 4 5 ساعات ممتاز. في حياتي كلها، عندي بطوله ما عنديش بطوله انا قصه النوم. لازم طبعا الكوبايه المتينه بتاعت الشاي دي بتاعت الصبح، بعد كده بقى اروح اقعد شويه واروح التمرين، اخلص التمرين ارجع اتغدى، ده الكلام ده اللي هو اليوم العادي العادي اللي هو ما فيش تمام، ماتشات. ارجع اتغدى وبعدين انزل على التمرين تاني، وساعات بقى ابني حسين تمام يبقى عنده تمرين في المدرسه، مدرسه فتاخده تنس طاوله توديه يعني، فالمدام بتجيبه ونقعد مع بعض شويه في النادي ونروح، يعني ده هتطلع لنا اليوم اسطوره العادي. زيك ولا ايه الوضع؟ والله هو لحد دلوقتي هو مش حابب الموضوع، هو مطلع انا اول مره عيني، اشوف اب بيقول كده. لسه ما طلعناش الاسطوره بس هو كم مطلع سنه هو؟ عيني، هو 6 وشويه يعني، 6 ما شاء الله، لسه بس صغير. في ابن اخويا بقى اللي هو ما شاء ادم، الله. ده اللي ما شاء الله ما شاء شكله الله، كويس كويس قوي ما شاء الله. تمام، يعني كم بادي، سنه هو؟ وبرضه هما الاثنين فرق سنه بينهم 15 يوم يعني، بس السن ده لسه برضه يعني ما يبانش قوي احنا يعني. لسه يعني صابرين انا بس لحد بخليك ما بدي نشوف. لك امل عشان تتفائل. احنا صابرين، لو حد فيهم يعني ولادي ولاد اخويا طبعا كلهم طبعا واحد طبعا يعني طبعا، الحمد لله، كل ولاد النادي وكلهم الاهلي. يعني ولادنا، وانا ببقى فرحان اصلا لما يبقى في حد من العيله بيلعب تنس طاوله، يعني انا بحب اللعبه دي زي ما تقول، مش قصه بقى واسطه ومش واسطه، لا طبعا جينات، حاجه هي جينات. حاجه انا فاهم فيها وسهل ان انا انصحه فيها، مش حاجات ان انا هخليه يسلك او يمشي بسرعه فيها، لا هو ياخد حقه زي ما انا الحمد لله انا واخويا واخواتي كلنا الحمد لله بنطلع بدراعنا، انا نفسي عيالي اربيهم ان هم يطلعوا يطلعوا بدراعهم. بدراعهم. طب وبتخلص المدرسة وتروح التمرين بالليل؟ بالظبط كده، ما انا قاعد في النادي طول اليوم. طول اليوم بتيجي من الصبح ما تمشيش غير بالليل، وتقعد بالظبط، على بقى الا برضه بقى لانك انا هو ده رجعت اللي بيعمل شغل، بطل. من بعد العيد، كنت واخد اجازه بدون مرتب ورجعت شغل من بعد العيد، فبقى القصه اتغيرت قصة شويه، شوية شغل واخلص تطلع وبعدين النادي ارجع تقعد على النادي.